احنا معركه اجري وقعت بعد 20 مره من شهادات الاخوه انهم ذهبوا الى صالح بن نصر في طرابلس وسالوه ما هذا الاستقلال؟ هل هو فعلا استقلال حقيقي ام هو غير حقيقي؟ ما العمل بالنسبه لنا؟ ماذا نفعل احنا؟ الحقيقه كانت اجابات صالح بن نصر من الشهود ومن بعض الوثائق انه لم يعطي جوابا دقيقا، لم يصدر اوامر ان تنزلوا من جبل او تقعدوا او تواصلوا، كان المخرج الوحيد انه اعطاهم حريه. اللي يحب يواصل يواصل، اللي يحب ينزل يسلم السلاح وينزل، اللي يحب يلتحق بثوره الجزائر يلتحق. فوقعت بلبله في الموضوع. زاد الديوان السياسي بورقيبه يعني ارسل وفد وذهب الى ثوار وحاول مفاوضتهم، لكن طبعا ثوار رفضوا. لماذا رفضوا؟ لاسباب ثم يطول شرحها الى اخره. وحشدت القوات الفرنسيه طبعا بتدبير من الديوان السياسي بورقيبه اللي هو وقتها اصبح صاحب سلطه، وحشدت القوات الفرنسيه نفط طويل ووقعت معركه غار الجاني، معركه اجري. المعركة الحقيقة الآن بدروس المكان اللي موجودة فيه وعدد الثوار وعدد الشهداء معركة غير متكاتبة. ثوار يملكون مناطق بسيطة، خبرات بسيطة، وقوات فرنسية، دبابات، طيران، جيش منظم إلى آخره. والحقيقة دائما المقاومة ما يكون لها فعل إلا في وحداتها الصغيرة وبضربات مختلفة وإلى آخره، وعند ذلك يكون لها مد. المهم حصلت المعركة في غار جاني في آجري، واستشهد عدد كبير من الثوار، وانسحبوا في نهاية اليوم، انسحبوا باتجاه الشمال. سيدي أحمد تحب تعلق شيء؟ رجاء أحمد إن شاء الله. فانسحبوا إلى غار جاني، وكان في انسحابهم بعض الشهود يقولوا انهم يفكروا خلاص حسوا ان الهزيمه حصلت، هذا من بعض الشهادات، وانهم يفكروا في الانسحاب نحو الجزائر. فعسكروا في غار الجاني، وكان معهم اخوه من بن خداش، انسحبوا ايضا نحو بن خداش، وفي غار الجاني وقع محاصرتهم في اليوم الثالث، بعض الروايات تقول اليوم الثاني لا هو اليوم الثالث، ووقع محاصرتهم هناك. المنطقة أنا زرتها مرتين، المنطقة الحقيقة ضيقة جدا، وما كان عليهم أن يحصروا أنفسهم في ذلك المكان. ولحد الآن ما زالت قذائف ما زالت موجودة لحد الآن بكميات ضخمة كبيرة. لحد الآن في المنطقة سيح وساقية صغيرة أو حقفال، لحد الآن في أي مكان تقى قذائف وتقى الظروف إلى آخره موجودة. وحتى لو غير عليكم، أنا أخي الشهيد توفي هناك، العربي سعد بن خليفة القطاس توفي هناك، ومن خلينا نقول حسن الصدق أن أخي هذا كانت أمي وضعت له كاس فيه شوية حشائش مع شوية عسل، هو كاس عسل. فالكاس هذا وجدت اثاره وجمعته، وجدت اثاره بعد تقريبا 53 سنه. وجدت في نفس المكان اثاره بعد 53 سنه. الجماعه اللي بيجوا هناك يقال انه بقى واحد، الرجل هذا اخذنا شهاده اللي هو سديري حاج سديري، اخذنا شهاده، هو الوحيد الذي بقى حي، والجماعه كلهم توفوا هناك. سعيد بن قاسم سديري وسجنوا هناك، فقط بعض جلبوا ودفنوا، والبعض الاخر لم يدفنوا لحد الان. بعض الناس من هناك من غبراس قالوا لي ان بعضهم رزموهم، بعض حطوا عليهم شويه قديم وحجر الى اخره، ولكن مثل ما حصل في اجري نفس الشيء في غار الجاني، ان الشهداء بقوا هناك. تساءلنا لماذا هناك؟ أنا الحقيقة ليس هذا حديث موضوع بالنسبة لنا، أنا سي منصور عندنا تقريبا 4 سنوات ونحن نستقصد هذا الأمر ونحاول
نحيي هذا التاريخ ونحاول نبعث فيه الحياة الجديد. الحقيقة أن ما حصل وهو هذا الدرس لكلنا أن هناك شيء من الخذلان وقع بين الناس لحد أنهم لم يفكروا جديا في الذهاب إلى جلب أبنائهم الشهداء. وطبعا الضغط العسكري ضغط، ثم جهاز كون الديوان السياسي هما لجان الرعاية، ولجان الرعاية كلمة هذه كانت في ذلك الوقت كلمة مرعبة، لجان الرعاية لجان الرعاية كلمة مرعبة. فتحت هذا الضغط، تحت خذلان هزيمة، وعلى فكرة هذه الروح الهزيمة هذه في التاريخ